مكاريوس قاعد، كان قلت له انا مش فاضي في ميعاد معين فاصر، فقال لي طب احنا غيرنا الميعاد، عايز يقول يعني ما فيش حاجه انك تيجي. فانا جيت يعني برضو عشان اشارك معاكم. طبعا معانا ابونا حبيبي ابونا متاوس، حلو قوي ان كنتوا في السن ده، وده دعوة انا بقولها في اسكندرية وكرازة، ان احنا عايزين نبتدي في سن صغير يبقوا قادة، سن صغير يبقوا قادة، هنحمي البنات والولاد من المصايب اللي جاية على بلادنا والكوارث اللي بنشوفها كل يوم. ولو انا تعزيت بالكنيسة بخدمتي ربما لو عندي مشكلة في البيت اهو بقدر اكمل، لان انا متعزي جوه الكنيسة. الطلب مني ان انا اتكلم عن القائد المسيح، بما ان احنا في كيان مسيحي نتكلم عن الخدمة داخل واحد رئيس مجلس الادارة او الاونر هو المسيح، فاحنا جوه الادارة دي او المكان ده اللي تحت اشراف. فخليني النهاردة اكلمكم عن 6 حاجات يتميز بيها القائد المسيح. ان كانت فيك دي حاجة حلوة، ما كانتش فيك ده مطلوب منك 6 حاجات. انا عارف انكم جعانين، فما مش معقول ان انا احط 6 نقط، فصلوا لي ان انا انجز، ولو فهمتوا النقطة الاولية هاكمل. فارجو انك تبقوا صادقين لما اقول فهمتوا، يعني تبقوا بتقولوا صح. ايه 6 حاجات مطلوب لو انا مثلا جالي ناس موظفين عندي وانا اختار منهم، ايه 6 حاجات اللي ممكن اشاور عليهم ان ده ينفع قائد مسيحي، قسيس، اسقف، شماس، خادم في الكنيسة، خادمة، حد في الكانتين هو برضو قائد، حد بيعمل رحلة قائد، حد بينظم مؤتمر قائد، وهكذا. مين الشخص اللي اقول عليه 6 صفات ينفع يشتغل معانا جوه المؤسسة دي؟ احفظكم 6 حاجات؟ ولو حفظتهم خلاص يبقى العزة خلصت. حد يحفظ؟ أول حاجة طبعا عشان الأكل، أول حاجة يبقى مغذي. إيه رأيكم في الصفة دي؟ مغذي. تاني حاجة معزي. أول حاجة إيه؟ دي حلوة دي، ها؟ مغذي. تاني حاجة معزي. تالت حاجة يقوم، بيصلح. رابع حاجة بيحمي. خامس حاجة مكتشف. سادس حاجة مترفع. حد يقدر يقول لي 6؟ أول حاجة إيه؟ أنتوا حافظين؟ أقولهم تاني وعايز حد بس يرفع إيده على 6 اللي أنا قلتهم. مغذي، معزي، دول سهلين، ها؟ نسيبهم دول. مقوم، تالت حاجة دي. رابع حاجة بيحمي، خامس حاجة مكتشف، سادس حاجة مترفع. مترفع، حد حفظ؟ اتفضلي. مترفع، حد من اتفضل، انت كنت حافظ من بدري يقول اه. بيحمي، مكتشف، مترفع. اه انت دراستك ايه؟ علوم. طب كويس. حد حافظ لوحده من غير ما يبص؟ شوف البنات بيحفظوا بسرعه. طب برافو، انا مبسوط جدا جدا، في تركيز عالي عشان الجوع. ونصيحه، نصيحه من قلبي، سامع يا مارك؟ اي واعظ هتجيبه لازم تجوع الناس، ما تجيبش خالص بعد ما يتعشوا ولا يتغدوا تجيبوا لهم بيسقطوا. فانا اول مره بسعيد في كنيسه في مؤتمر بتاع القديسين، نساعد باجي بعد الغداء او بعد العشاء فلاقيهم بيسقطوا، انا شايف عيون مفتوحه وجعانه وحاجه جميله. أول حاجة القائد المسيح، بما أقول بيشتغل في المؤسسة دي، فالمؤسسة دي ليها رئيس، لازم نمشي حسب تعليمات السيد الرئيس. الرئيس اللي موجود ليه رؤية،
ومشغل معاه ناس واسمنا عمال معاه، وكمان مش عمال سمانا فعلة وسمانا بنشتغل معاه في الكرم بتاعه في شغله في ملكيته. فالكنيسة ليها واحد يمتلكها هو المسيح إله، سماه كتاب بذل نفسه لأجلها التي اقتناها بدمه، يعني اقتناها بيمتلك. فالكنيسة ملك المسيح، مش ملكي أنا كأسر، ولا ملك الأب الكاهن، ولا اللجنة بتاعة الكنيسة، ولا الخدام، هي ملك للمسيح. المسيح مد تفويض لشعبه لكنيسته لخدامه إنه يشتغلوا في المكان ده. فبيقول كده لو أنت عايز تبقى قائد مسيحي تعلم إنك تبقى مغذي. لو إحنا خدنا البرنامج الروحي، البرنامج الروحي عبارة عن ناس جعانة، فم جائع من غير ما تتخض مني، لو الشخص اول ما تولد فاتح بقه ربنا لما تتجوز كده وبتفرج اول حاجة الواد بيفتح بقه، طب وهو ميت شخص بعد ما عمره طويل برضه فاتح بقه، فسموا الفلسفة الانسان مخلوق جائع فاتح بقه. هل انا عندي جوع؟ اه عندي جوع، عندي جوع ان انا اعرف ان انا امتلئ، ان انا مرات يفتح ذهني واستقبل، ده عندي جوع رهيب. بدليل اي مكان زي المؤتمر ده، لو احنا قلنا فيه يا جماعة مؤتمر لعب وهيصة، مؤتمر دراسي زي قائد حسب قلب الله، دراسي الجعان هو اللي هيجي هنا. فاشكر ربنا انك انتوا شكلكم جعان للمعرفة مش للأكل، الأكل هيجي بعد ساعتين قصدي خمس دقايق. المسيح إلهنا قال كده اللي اشتغل معايا واسمه وكيل، فمن هو الوكيل الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة، الفيدنج بالتغذية بغذيهم، يعطيهم العلوفة في حين. يعني أنا قدامي ناس، الناس دي جعانة لدرجة المسيح إلهنا بيقول لبطرس لما بيسترد نفسه ارعى غنمي، فيد ماي لام، يعني انت اكل الغنم. وارعى ممكن افسح الغنم، انت ممكن تاخد غنمين وتفسح فتقول لك جعانة بتمأمأ. وعلى فكرة عندنا اولاد في الكنيسة كبار صغيرين جعانين، الدليل اهو بص دلوقتي يقول لك اصل انا مش مصدق كتاب المقدس بيقولوا عليه كده، ده جعان بس ما لقاش حد يعمل ايه يغذيه. فمن هو الوكيل الحكيم اللي بيعرف يدي الفيدنج التغذيه؟ فتخيل انا رايح رحله وبعد ما خرجنا الرحله وبسطنا استفدت ايه؟ هيصنا، لعبنا، اتصورنا. لا يقول لا انا في المؤتمر ده انا بتغذى روحيا، انا بستنير، عقلي بيستقبل حاجات كتيرة، سلوكي بيتغير عشان حصل لي تغذية. فكل مرة انت تبقى قاعد فيها في مكان دور على ازاي واحد يغذي عقلك، ازاي يديك معرفة. يبقى اول حاجة اسمه ايه؟ القائد ده يبقى ايه؟ مغذي. طبعا عشان يبقى مغذي ده موضوع بقى، انتوا محتاجين الست حاجات دي تعملوا عليها ورش عمل. ازاي قائد ابقى مغذي؟ محتاج اقرا، محتاج اكل انا شخصيا، محتاج اوصل للناس، محتاج ان انا مرات اشوف الناس محتاجه ايه. انا هدي مثال، انا عامل اكل كتير مثلا وبعدين قدمته لكم، فانت قلت لي انا مش ماليش نفس للاكل ده، كمان القائد يعرف اللي قدامه عايز ياكل ايه، بيحب ياكل ايه. فانا يبقى أول حاجة إيه؟ مغذي. تاني حاجة معزي. يعني إيه معزي؟ يعني قادر إنه يطبطب. يعني إيه طبطب؟ إحنا موجودين في زمن وحش قاسي، الزمن قاسي والريحة قاسية. عندكم ناموس هنا صح؟ محتاج ان انا ابقى قادر ان الشخص اللي جنبي
اللي أنا بخدمه اللي أنا بساعده قادر ما يسمى أعزيه. يعني إيه أعزيه؟ أقوله كلام حلو، أطبطب عليه. هدي مثال أنا كنت بجربها في الشغل، كنت تقريبا في شغل اللي أنا شغلت ما اتخرجت من الهندسة أنا الوحيد تقريبا المسيح، فكان في ناس يجي يحبوا يتكلموا معي، طب ما يعرفنيش بس يقول أنا بستريح لك، أنا عايز أقعد معي. ولغاية دلوقتي أما بروح أي مكان تلاقي حتى في الطيارة يقول لي ممكن أتكلم معاك، طب أنت إيه يعني تتكلم معي ليه؟ عايز تتكلم معي ليه؟ غالبا عارف إن أنا ممكن أسمعه أو ممكن أطبطب عليه، جايز إحساس بيوصل. كتاب مقدس يقول سفر إشعياء صح 66 يقول كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم. فأنا محتاج واحد بيعزي، واحد بطبطب. لو حطينا 10 كهنة قدامنا واخترت أنا منهم واحد بس، بختاره ليه؟ أصل أبونا ده حين بأحمر اللون، أوكي فصل تاني الحجارة أحسن الحجارة. ممكن نفتح الشبابيك يا شهوة؟ بقول لو انا قدامي 10 كهنة انا اخترت واحد منهم قادر يعمل لي الحركة دي، الحركة دي ان انا اقعد جنبه وانا مستريح، اقعد جنبه وانا بقول اسراري. في كارثة من موجودة من كوارث الزمن لما انا بقول لك سر انت ما عندكش قدرة تحتفظ بيه. في غليان، عارفين لما واحدة تقول لواحدة حاجة خاصة وبعدين التانية مش قادرة تستحمل اللي سمعت فتروح تقول لواحدة تالتة تقول لها على فكرة أنا سمعت حاجة عن فلانة ومش عارف إيه رأيك فيه، طب هي قالت ليه؟ مش قادرة، في غليان جوه صح؟ أنت بتضحكي شكلك واخدة زومبا. فتخيل أنا بحتفظ بسر مش قادر، فأنا محتاج حد يعزيني. فالقائد ده ينفع في مرة من المرات، القائد المسيحي يبقى شخص بيعزي بيطبطب، حنين كمان عنده شوية حنين، عنده شوية رولز لكن كمان حنين. ودي خلطة صعبة، ازاي واحد يبقى حنين وحازم، ازاي واحد بيطبق شوية قواعد وفي نفس الوقت لما تقعد معاه تحس الانسان رائع. كتاب مقدس بيقول عن بولس الرسول، هو بيقول عن نفسه بولس الرسول كان حازم. مرة واحد عمل غلطة في الكنيسة قال ده ما يدخلش خالص، ما يقربش من الكنيسة، اعزلوه بره بالصوت العالي. وبعدين هو يكتب يقول بل كنا حنين إليكم، أنا كنت بحن عليكم. وراح شبه نفسه كالمرضعة، كنا مترفقين بينكم كالمرضعة التي تربي أولادها. فبولس الرسول بيقول أنا كنت بحن عليك. فأنا متخيل لو أنت قاسية، أنت قاسي، أنت ما تنفعش قائد مسيحي، تنفع قائد بس مش جوه الكنيسة. اتفقنا؟ يبقى تاني حاجة إيه؟ معزي. أول حاجة مغزي، تاني حاجة عشان عايز أحفظك الحاجات دي، تالت حاجة بقوم. يعني مقوم يعني بيصلح. احنا عندنا بنتولد بتشوهات، تولد ان احنا مشوهين من جوه. فوجئت انه اب كاهن بس مش هقول المكان ده بره مصر، لسه مرسوم من سنتين ثلاثة وعمال يزعق في الناس. فالكاهن اللي معاه ده انا كنت اب اعترافه او بيتكلم معاه، فبيقول لي انا مش قادر استحمله، هو اصغر مني في الرسامة بس مزعج جدا للكنيسة، طول الوقت يزعق مش عارف يعمل معايا. فقعد معاه قال له انت ليه بتعمل كده؟ ليه الناس بتتضايق منك؟
ما هو انت بتقعد تزعق في الناس، الناس هيسيبوا الكنيسه وانا موجود معاهم، فلو انت زعقت وانا طبطب شكلك وحش. فراح حكى له حكايه انه اصلا باباه منفصل عن مامته، باباه كان قاسي عليه فبيطبق اللي سمعه، ده كان محتاج يتربى في بيئه، البيئه دي بتقول الاتي، بتقول ان ممكن اشوف خطا ابني واتوقع خطا ابني. على فكره معلش الابهات يفهموا الكلام ده، المتجوزين والمخلفين ساعات واحد مش متوقع ان ابنه يخطئ. انا اتربيت وانا صغير ان انا بخدمهم ممكن اسمع عنهم كوارث، واللي بتعامل معهم ممكن يعملوا مصايب. عشان ساعات حضرتك وحضرتك لما تبقى قاد معقولة فلان بيعمل كده؟ لا ده عادي. فانا بتوقع ان ابني يعمل غلط، لكن في نفس الوقت انا عندي قدرة اني اصلح. رسول بولس برضو بيقول ازاي الواحد يقوم، يقول كده اذ اخذ انسان في زلة فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا. انت روحاني صلحوا، اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا، ناظرا انت ايضا الى نفسك لئلا تجرب. فانت صلحه، ما تتوقعش ان الناس عندها كمال. هدي مثال، انت زعلوا مني في المثل ده، انا سمعت ان ابونا فلان بيعمل كارثه، ايه رايكم؟ هتقولي دي عصره في الكنيسه، لكن عندي استقرار نفسي مش فارق معايا دي. طبعا الناس حاطه موديلات كبيره وانه فلان مش ممكن يغلط، لكن في نفس الوقت عندي استقرار روحي، عارف الناس ممكن يوصل لهم اخطاء واللي انا بخدمهم عندهم اخطاء. لو انا رحت مؤتمر معايا شويه اطفال، لقيت كان عندي في الكنيسه بدايه ما انا اترسمت واد يدخل يروح شايف العيال اللي على البيبي كار دي اللي هي العربيات بتاعه الاطفال، يروح مديهم قلم كله، العيال يصوتوا يعني وكانوا نايمين، يروح ماشي التاني. فانا قلت لمامته ما يجيش كيسه تاني، ايه رايكم؟ يعني مثلا ابنك جاي والواد كان نايم اوه هيعيط، طب ايه السبب؟ اداله قلم. فجبت الست دي اللي ابنها ده قلت لها ده ما يجيش كيسه، فخدتني على جنب قالت لي ده باباه قاسي عليه، مش قاعد معاه، مش متواجد معانا خالص، فهو بيعبر عن غيظه. مش عجب ده ليه بابا وماما في الكنيسة أنا بضايقه زي، فهمنا المعنى ده؟ فأنا محتاج الواد ده، على فكرة اتخرج دلوقتي من الجامعة يعني دلوقتي وبيزاي كله مؤدب أدب رهيب. يعني شفت قلت له سبحان الله أنت طلعت عيني، كنت هسيب الكهنوت بسببك. فأنا بقول بس أعرف ممكن واحد يجي الاجتماع أو المؤتمر ويعمل مشكلة بس مش عارفين السبب إيه. تلكوا حكاية فاني كمان، بحب ما كنت ماسك مؤتمرات يا أبونا أجيب حد من اللي بيشربوا مخدرات زمان، كلام ده في 1990 والكلام ده، فكنت أجيب حد عشان يشوف ناس حلوة زيكم ويتعلم منه. فجبت واد، فالواد ده احنا وصلنا المؤتمر مثلا الساعة 2 الظهر، هو جه الساعة 9 بالليل، وكنا في وقت الشتاء مش هقول المكان، واللي مسؤول عن المكان ده راهب، فهو بيدور على الأوضة بتاعته لقاها بس ما لقاش فيها بطانية، فدخل أوضة الراهب وراح أبونا الراهب حاطط البطانية بحبل في الأعمدة بتاعت السرير، ففك ده وراح دخل وخد البطانية واتغطى بيها ونام. صحينا الصبح أبونا قفل علينا الكنيسة، كنا خدام مفيش قداس ومعنا قسيس. فأنا بصيت على قسيس قلت له يا ماما أنت مش راجل ولا إيه يعني جاي معانا تدافع عن العيال؟ فالواد غلطان، آه غلطان، بس اسأل الولد ده مدمن وإحنا جايبينه نصلحه. فلو ابونا سأل مين اللي عمل ده انا عايز اقابله، لكن مين اللي عمل ده ويمشي، في فرق كبير. اصلحوا مش اطردوا، اصلحوا، فهمنا؟ يبقى الشخص
اللي ببقى يبقى قائد مسيحي. تالت حاجة يبقى ايه؟ مقوم، بيقوم الناس. رابع حاجة قادر يحمي، يعني راجل جدع. مسيحي لهنا بيقول كده، لو انا شغال في الخدمة وباخد اجر اجير فيهمني الاجر بتاعي، طب متطوع فده قلب اللي بيقودني، لو قلب اللي بيقودني يبقى اقدر ادافع عن القطيع. يقول الاجير متى رأى الذئب يعمل ايه؟ يهرب تاركا الخراف. لكن انا محتاج حد راجل يعني واقف في الموقف ويبقى مصد ويقدر يدافع عن الناس اللي معاه، لان كتير قوي من الناس بيوصل ليهم مرحلة ان مش لاقيين حد يبقى بيدافع عنهم. يعني تخيل ان احنا مش هقول خناقة لكن موضوع، وبعدين محتاجين حد يقف يدافع عننا، يدافع عن ارائنا. احنا لينا مشاعر ولينا افكار، عايزين حد يقف جنبنا. ودي شكوى كتير قوي للشباب ربما داخل الكنيسة. واحد بقى بين لنا ما يبقى قائد، واحد بقى بطل من الابطال. ولما في مرة من المرات شغله أو خدمته تعرضت، عمل حاجة رهيبة جدا. عارفين ده مين؟ مين؟ طب أقرأ النص في سفر صمويل الأول الصح 17، بكلم على القائد المسيحي اللي قادر يحمي داود. يقول فقال داود لشاول كان عبدك يرعى غنم أبي، فجاء أسد مع دب وأخذ شاه من القطيع. مين اللي أخذ الشاه؟ الأسد. وأخذ شاه من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته، قتل الأسد وأنقذتها من فيه، أنقذت الشاه. ولما قام علي أمسكت من دأنه وضربت وقتلته، قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحي. واحد قائد عرف يدافع عن الناس اللي معاه. زمان في العصر المسيحي الأول كان الأسقف هو اللي يتقدم صفوف الاستشهاد. عشان كده الرسول بولس مرة راهب في ديه بيقول أنا عايز أبقى أسقف. بقول له ليه؟ قال لي عشان الكتاب قال كده، من اشتهى الأسقفية فقد اشتهى عملا صالح. قلت له انت عارف يعني ايه الأسقفية؟ قال لي ايه؟ قلت له يعني ما يجي اضطهاد انت اللي تتحط قدام وتتقتل، انت موافق تتقتل الاول؟ قال لي لا انا ما فكرتش كده، خلاص انا مش عايز. فتملي الشخص اللي قائد المسيحي قادر يدافع. انا اتخيل انك حضرتك اتجوزت واحد وده قائد، صح؟ انا بقى يعني بقول انه قائد، وما جه حرامي في البيت سابك للحرامي لانه خواف. فالقائد المسيحي في الكنيسة قادر يحمي الناس اللي معاه. طبعا حماية بتاعته كمان خاصة بالناس الوحشين، بحميك من الناس الوحشين، بقدر اتحط في الموقف واخد بالي من الذئاب الخاطفة، من الانبياء الكذبة، بقدر احمي. فاضل يقول ممكن حد من الشباب ما يصدقش القصه، كان يقول لك يعني ازاي داوود وهو لسه صغير مش كبير قوي يقتل الاسد، تحس ان الكتاب ده بس مبالغ يعني. كان في قريب مقطع فيديو منتشر يعني، واحده ست كبيره وطلع على السور بتاعها دب، وهي عندها دب كلب صغير، فالدب كان ياكل، الست طلعت قدام الدب وراح دخلت معاه وقفلت، راح الدب ماشي عشان تنقذ الكلب. يعني دي موضوع بقى فمرات انا محتاج ان انا اتحط قدام مثلا حد ببوظ اخلاق الناس، افكار موجودة منتشرة، انا بقى لازم اكون شخص بقدر احمي الناس اللي معايا وقادر ارد. مش هقتل اسد ودب، ما عندناش اسد ودب في مصر، لكن عندنا ناس زي شياطين موجودين انا قادر اقف قصاده بحمي الناس اللي معايا. عندي كلام كتير بس انا عايز اخلص ايه الحاجة. ناقص ايه؟ ناقص ايه التاني؟ حاجتين تاني، مكتشف وايه تاني؟ مترفع.
يعني ايه مكتشف؟ بيقولوا القائد الناجح مش بيعمل ليه تابعين، لكن بيعمل معاه قادة. انا هدي مثال، انا في الفصل عندي او الخدمة وعندي ناس موجودين طول الوقت معتمدين علي، طول الوقت انا المتكلم، طول الوقت انا اللي بوزع الهدايا، طول الوقت انا اللي بنظم الرحلة. انا كده بعد ما يحصل لي حاجة الفصل ده ضاع. لكن يا بختي وانا في الفصل يحصل ايه؟ ان انا شغال معايا قادة. انتوا قادة، سنكوا صغير لكن انتوا قادة، انا بديكي مسؤوليات، بديكي تفويض، فانا مكتشف اللي فيكم. طب اكتشف ازاي؟ يعني انا عندي ناس قد كده، ازاي اكتشف المواهب دي؟ جزء منه من ورش والمشاريع اللي انتوا عملتوه. المشروع ده بيقول ان البنت دي ممتازة في الافتقار، البنت دي شاطرة جدا بس في المطبخ. مين شاطرة في المطبخ هنا عندنا؟ ولا واحدة؟ انتي؟ لا ده في بنت هي رفعت، هي الوحيدة باينة. ولا طب هتتجوزوا ازاي؟ مراتك بتعرف تطبخ يا مارك؟ انا عارف. لا انا عارف مراته كويس. فبقول انه انا اكتشفت. على فكره لو احنا رحنا مطارد دلوقتي في شيفات في لكن زمان احنا كنا بنعمل اكل. فتمني يعني انا هقول لكم نصيحه، لو انا خدت حتى كهنه وقلت لهم ان احنا رايحين مؤتمر خلاص وبعدين الاكل وحش، تفتكر مهما قلت لهم كلام روح الفيدباك ايه؟ مؤتمر بايظ. صح يا ابونا؟ يقول لهم ترسم وافع اللي انا بقوله. المؤتمر ده وحش جدا، ده الاكل وجع بطننا، مش مستوي، مش حلو، مش لذيذ. يعني انا محتاج اكتشف حد بتاع مطبخ. مكتشف حد بس بيعمل لي شويه ستيكرز، مكتشف حد بتاع ترانيم، لان ساعات كتير بنلاقي واحد مع 20 مفتاح. شفت المنظر ده؟ هو المسلط علينا اللي جاي كده بباراشوت وهابط علينا، هو اللي معاه كل حاجه، والمؤتمر غالبا بيبوظ للسبب 20 مفتاح لانه مش مشغل حد معاه. فخلي بالك طول ما انت وانت بتتعاملي مع اطفال، البنت دي شاطره في ايه؟ الولد ده شاطر في ايه؟ واقدر انمي في الكلام ده. خليني اقول لكم نص من الكتاب المقدس على موضوع ازاي الواحد يكتشف. مسيح لهنا ضرب مثل في انجيل معلمنا متى الساعه 20، اسمه مثل اصحاب الساعه 11. صح الصبح صاحب الغيط ده وراح دور على الناس يشتغلوا، فراح الساعه 6 الصبح، راح الساعه 9 الصبح، راح الساعه 12 الظهر، راح الساعه 3، راح الساعه 5 وقفل الشغل الساعه 6 بعد الظهر. فبيقولوا له انت رايح ليه الساعه 5؟ قال في ناس موجودين في الشارع من غير شغل. طب ده هيشتغلوا ساعه واحده. قال انا بكتشفهم. يقول الكتاب ثم نحو الساعه 11 خرج ووجد اخرين قياما بطالين. لان لو انا خدوها مني نصيحه، لو احنا رحنا مؤتمر زي ده وانتوا قاعدين بس مستمعين هتملوا. اسمكوا عفوا غير ما تزعلوا مني بطالين. انتوا قاعدين كده بس تتلقوا، ما يسمى التعليم بالتلقين. انا عمال اغذي بس افكار للناس. لكن لو انت اشتغلتي في المؤتمر، تخيلي انت بتنظمي حاجه تبقي سعيده، طب قاعده بس مش مبسوطه. قياما بطالين. فقال لهم لماذا وقفتم هنا كل النهار؟ قالوا له لانه لم يستاجرنا احد، ما حدش شغلنا. وهتكتشفوا بقى، يعني انا عندي يقين ان احنا عندنا في كنيستنا عندنا مواهب مدفونه، عندنا ناس ما حصلتش. وساعات الناس اللي بيسموهم نص كم، عارفين نص كم يعني ايه؟ يعني موهبه على ما تفرج. واحد ما بيعرفش يسوق بيعمل ايه بينا؟ كذا حادثه. اتخيل معلم الكنيسه صوته وحش وبوظ القداس، ايه رايكم؟ ومعلم بتاع الكنيسه
قيسي ده بقى على كل اللي موجود. امين خدمه تعبان مش عارف مين مش عارف ايه ده الكنيسه دي. لكن يا بختك لو بتعرف تكتشف القائد الناجح هو اللي بيشغل كل الناس. يبقى انا مطلوب مني ان انا اكون بكتشف ومش بتنافس مع حد. يعني من غير ما تخضوا مني بعض الاماكن ما بيعرفوش يكتشفوا الناس، يخرجوا الناس دي بره الكنيسه ناس كتيره تقول لك دي ممتازين. طب في الكنيسه بتاعتك ما حدش اكتشف. فاجتماع زي كده او مؤتمر زي ده ده وظيفته ان انا اكتشف. انا اسال سؤال بقى فني شويه، حد يعرف انا موهوب في ايه؟ انت مش انا عارف نفسي، انا عارف عندي ايه، مش كبرياء، انا عارف بعرف ايه. عايز حد يرفع ايده يقول لي انا بعرف في دي من العادي. اتفضل. القاء، انت شاطر تنفع مذيع اسامه منير. حد يقول لي ما عندكمش حاجه؟ انت بتاعت الطبيخ ها؟ في حد موهوب شفته؟ انا انت شاطر في التصوير ها؟ الرسم ها؟ شفت ساعات كتير قوي احنا. فالقائد بقى الناجح لو انا معايا بقى انتوا قاعدين معايا مثلا 3-4 ايام انا غالبا هكتب قدام كل واحد هو شاطر ممتاز ما حصلش في حاجه معينه وربما في حاجتين او ثلاثه. ها حد يفتح ربنا عليه ويقول لي شاطر في ايه؟ انت شاطر ايه في ايه يا مارك؟ مش عارف احس القياده اشد الناس معايا ان هم الناس ناجحين معايا يعني. فبحس ان انا الحاجات شاطر فيها اكتسبتها من خبره الحاجات اللي خدت فيها قبل كده. لما بخش حاجه مختلفه بكتشف خبره مختلفه جوايا. ايوه. اوكي. فأرجوكم النهاردة أنت تعلم أنك تكتشف. النهاردة أنا نسي يعني أبونا مكاريوس أرجوك الليستة دي شاطرة في إيه؟ بتاعة إيه؟ طبيعي كده من الخدام كل خد المسؤول تقريبا عن 10. آه. مش عايزين نقول لهم بس. آه يعني أنا فضحت حاجة مش بس كويس مادام بي. آه. يبقى القائد المسيحي، القائد المسيحي مكتشف. تعرفوا إن في كنايس بره مصر اتقفلت عشان مش لاقيين واحد يبقى قسيس يرسموه. ما كانش الكاهن اللي موجود اكتشف الناس اللي معاه، فالكنيسه اتقفلت، ما عندهمش كاهن. فارجوكم من النهارده خد قرار، انا بكتشف. عشان كده انا على فكره دي عندي حرفه كده بعملها اي حد بيجي يقعد معايا. مارك عارف، ما مارك جه قال لي قلت له انت بتفهم في ايه؟ انت بتاع انت ممكن تساعد في ايه؟ طب ممكن تساعدنا تعمل كذا كذا؟ فهمنا المعنى ده؟ فارجو اللي منكم اللي هيكتشف موهبته يبقى يقابلني. قابلني الحقيقي يعني مش بقول قابلني. اخر حاجه مترفع. يعني ايه مترفع؟ لو القائد الناس عرفوا انه الحته دي عنده وحشه بايظه يعني واقع فيها خلاص هم علموا عليه. اصل القائد بتاعنا ده بتاع مش عارف ايه، القائد بتاعنا مش عارف بتاع ايه. فطول ما انت مترفع، يعني ايه مترفع؟ يعني مش غلطاتك، مش عايز اقول بتكذب، لكن غلطاتك تقريبا مش باينه. لانه ساعات كتير قوي نفترض ان انا مثلا انا خادم في الكنيسه وبحب اقعد على القهوه، فالولاد بيجوا للابهات يقول الباصون فلان قاعد على القهوه، انا يا ماما عايز اقعد على القهوه، ده بيديني مدارس احلى. طب والقهوه غلط في ايه؟ فتملي القائد المسيحي تقريبا غلطاته، مش بشجع طبعا على ده الرياء، بس غلطاته داخليه هو عارف ضعفاته من جوه، لكنها مش ظاهرة، مش بيمثل بس بيحاول. فمترفع، محدش قادر يغريه بالفلوس، يغريه بالبنات، يغريها بالولاد، محدش قادر يعمل دي معاه، فمترفع. فلازم القائد المسيحي يبقى كده.
يعني ممكن يقول لك ايه، مره خادم من خدام زمان وانا بخدم يعني، قال لي استاذ فلان، كنت انا يعني انا بحب اخدم. قلت له بتخدم ايه؟ قال لي بحب اخدم البنات الجانحات، يعني الاشقياء، البنات اللي هم بيسيبوا بيوتهم. بقول له ليه؟ قال لي لا دي خدمه رهيب ما حدش بيعرف يدخل فيها غيري. هو مش بيحب البنات الجانحات ولا ده، هو عايز عكس البنات. طب قلت له طب والولاد الجانحين اللي ها تم بيهم ايه؟ قال لي لا 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 هو البنات. انا كده هو مش مترفع، فده خدمته ملومه، قائد ملوم عليه علامات. معاذ هجيب لكم ثلاث امثله بسرعه على ناس مترفعين في كلام مؤسس قالوا كده. اول واحد موسى، موسى يقول ايه؟ حمار واحد لم اخذ منهم، مفيش مره من المرات انا خدت منكم حاجه، اصل دي هتلان. فلابد ان القائد يبقى مترفع، ما هواش اخطاء بقول بينا بطريقه وحشه، مترفع. مين تاني؟ صمويل. اسمعوا كده يقول: فاشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيح ثور من اخذت، انا ما اخذتش منكم حاجه، حمار من اخذت، ومن ظلمت ومن سحقت، ما حدش قدر يجيب عليه غلطه، ومن يد من اخذت فديه. بولس الرسول تقريبا نفس الكلام يقول ايه؟ يقول: فضه او ذهب او لباس احد لم اشتهي. ساعات واحد يبقى خادم او خادمه تحس كده ان في حاجات بتغريها في الخدمه، فانا عايز اخدها. زي ما بتزوري مثلا صاحبتك وتلاقي عندهم حاجه، فتقول لها يا الحاجه دي بكام ومنين ومش عارف. انا مش رايح عشان عينيا افحص بيها الحاجات ممتلكات الناس، انا رايح اخدمها. فلابد ان الخادم او القائد المسيحي يبقى مترفع، ما بيجيش في باله كل الامور اللي ممكن تغري بقيه البشر. فهمنا النقطه دي؟ يبقى القائد المسيحي مش فاهمها؟ طيب انت بتحب ايه؟ انت بتحب الهوايه بتاعتك؟ هوايه بتلعب كوره؟ ايه تاني؟ بلعب العاب كتيره. ايه اكتر لعبه بتحبها؟ كوره. طيب افترض ان انت قابلت مثلا مثلا اسمه ايه اللي كان زمان بتاع الارجنتين ده؟ مارادونا او ميسي. لو قابلت الناس دي وبعدين قلت له ايه؟ انا نفسي في الشورت بتاعك او القميص بتاعك، شايف انت ضحكت صح؟ نفسك تعمل كده؟ لا، لو انت خادم ما تعملش كده، انا جبتها في الهوايه بتاعتي، مش عايز حاجه من حد، محدش يضغط عليا وما زلش نفسي. فهمت المعنى ده؟ يبقى الست حاجات، اول حاجه القائد المسيحي ماله؟ مغذي. تاني حاجه معزي. تالت حاجه مقوم. يحمي. مكتشف. مترفع. حد فهم حاجه؟ طب حد عنده سؤال؟ طبعا ولا سؤال عشان جعلني، انا فاهم يعني. أنا مبسوط جدا بيكم، وأتمنى إن أنتوا تبقوا صورة جميلة مشرفة. وبرضه رجاء تاني، النقطة اللي فرق معايا كل واحد يكتشف مواهبه.